من الأحداث السياسية والاقتصادية والعالمية أيضا من توا حتى الماضي ساعة ونص. وضيفنا بداية من ماضي ساعة عنا مدة ما سمعناش تصريحاته، هو يعمل على الشركات الأهلية، الناشط في المجتمع الأهلي والمساند للرئيس قيس سعيد ومسار 25 جويليا أحمد شفتر يكون ضيفنا بداية من ماضي ساعة. مرحبا سفيان، أهلا بك. أهلا وسهلا، إن شاء الله ديما تضحك، إن شاء الله ديما فرحان، إن شاء الله ديما سعيد. يلتحق بنا طارق الكحلاوي، والبداية باش تكون بموضوع طرحناه المرة الأخرى، مداهمة منزل ابنة راشد الغنوشي. أنت سفيان قلت بدلوا الكوبة متاع الباب بالكشي خاطر ما يحبوش سريق أخري سريق يدخلوه، هو الأمن، هي قالت الأمن داهمة المنزل، وقامت عملية تفتيش. نرجعوا أيضا إلى موضوع إيقاف صاحبي عتيق، زوجته تقول لا نعلم مكان وجوده، وحركة النهضة تخرج بيان وتحذر من التشفي في قيادتها. انتم تسمعوا في 90 دقيقة. حسب تصريح جاء لإذاعة خاصة، فاطمة بوقطاية مساعد وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية في أريانا والناطقة الرسمية باسم المحكمة هذية، تقول أنه النيابة العمومية بالمحكمة المذكورة تخلت لفائدة القطب القضائي لمكافحة الإرهاب عن الأبحاث اللي تقرر فتحها ضد تسنيم الغنوشي ابنة رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي في علاقة بموضوع التفتيش اللي صار في دارها واللي كنا تحدثنا عليه. التصريحات الرسمية تقول أنه عملية التفتيش وقع توثيقها صوت وصورة، هذه الحاجة الأولى، وأنه تم حجز وسائل تمس بالأمن العام في منزل ابنة راشد الغنوشي، هذه في علاقة بالمتابعة متاع الموضوع اللي تحدثنا عليه. نذكر أنه التصريح الوحيد تقريبا في الموضوع ورد في صفحة إذاعة خاصة على لسان الناطقة الرسمية باسم المحكمة هذه. فوالا باش نكونوا واضحين، شنو ينجم يكون معناها وسائل تمس بالأمن العام في منزل ابنة الغنوشي، توثيق عملية التفتيش عند القضاء صوت وصورة، دونك المداهمة ما صارتش بدون إذن على ما يبدو. سوفيان نسمع رأيك بعد طارق نعطيك الكلمة. اي هو وقت اللي صارت الحكايه باش نتذكروا، بنت راشد الغنوشي سميه قالت انهم هذم قطعيه، تصرفات نتاع قطعيه ودخلوا كذا وحاسلوا. المعنيه بالامر حكت لنا على انه المنزل نتاعها مخذته بقرض وكذا. الموضوع ظهر مبدئيا بيسكو عندنا تصريح رسمي وما فماش علاش نشكوا فيه. مبدئيا ظهر انه المداهمة والتفتيش صارت بإذن قضائي، انه الاجراءات كانت صحيحة، وانه نتائج هذه المداهمة وهذا التفتيش اسفر عن وجود وثائق اللي خلت محكمة أريانا تتخلى على الملف لفائدة قطب الإرهاب. استدير حاجة عندها قيمة مبدئيا هكا معناها، وين كنت ديما راني فما جانب من الاحتراز حول القضاء التونسي ومدى استقلاليته وكذا، لكن نقول انه ما ينجموش يمشيوا للحد هذا من غير ما فما حاجة حتى شوية. المهم فما يونيبولوز، فما حاجة اسمها الإسلام السياسي اللي في تونس يتزعمها راجل غنوشي وعائلته
ظهر بالكاشف. هذه الآية جستما النقطة هذه اللي وقتها وقع اختلاف بينك وبين طارق فيها، على أنه راشد الغنوشي لا يعني أنه عائلته بالأساس في إطار العمل العمل السياسي ولا البحث الأمني. التصريح هذايا هل جاء جستما للإجابة على التساؤلات اللي صارت في علاقة بما سمته ابنة الغنوشي اقتحام دارها وتفتيشها وقالت ما لقاو حتى شيء اختوى حسب التصريح الرسمي هذايا، فما لقاو وسائل تمس بالأمن العام؟ احنا شو قلنا المليفات عائلته فيهم الناس اللي ينشطوا بشكل علني وشكل واضح. عنا يعني ابنه كان مدير مكتب، عنا سمية الغنوشي تلعب في دور سياسي وتكتب معنتها وكذا، وهذا مش هذية اللي جرم راه، اما موجودين في الدائرة السياسية. ما تنجمش نجرمك على انك تتعبر على رأي سياسي ولا مدير مكتب بوك، مش هذاك. اما اذا كان هذاك يخليك تنجم تكون موجود في الشبكة متاع العلاقات اللي تنجم تخليك تلعب الدور هذاك. بالنسبة لتسنيم، هما فما زوز بنات اخرين ما عندهمش علاقة بالعمل الحزبي المعتاد، ومنهم تسنيم الخريجي تسنيم الغنوشي اللي تم اقتحام منزلها، واللي كتبت في تدوينة اللي تم اقتحام منزلها بشكل لم يكن ضروري، كانوا ينجموا يدخلوا وانو بدلوا الكوبة. علش بدلوا الكوبة؟ وغجبت على دارها، قالت لي انا هي وزوجها اللي توا هما في كندا وزوجها يدرس في كندا، معناتها خذوها بشكل عادي وبقرض واتسترا. توا عنا ناطقش قالت، قالت عنا ما يمس بالأمن القومي. بالطبيعة سي سيريو كي تقول ناطقة باسم المحكمة ما يمس بالأمن القومي، اما يعني نحن في السياق هذا عنا ما نعرفش قديش من واحد تو في السجن. تقريبا 30 واحد. 30 واحد موجودين على قضايا متاع مكافحة الإرهاب، اللي معروف عليهم نشاط سياسي، اللي معروف عليهم نشاط سياسي، ويتقال انهم مكافحة الإرهاب، ويتقال انهم إرهابيين، ومنهم اخرتها باش يتحال معناتها تو عايشي همامي وبشرى بالحاج حميدة اللي هما يقولوا عليهم زاد يمس بشنو؟ بالامن القومي. لقاو عندهم كل وحدات تاع الواتساب بما فيها كل مساج اللي بعثته يظهر لي بشرى بالحاج حميده تحب على يظهر لي كريم ولا كريم حاجه كريم كريم دي جور ولا دراسه من الادله. نحب نذكرك سفيان اللي في ملف نتاع المس بالامن القومي هذاك زاد موجود طبعا في الملف. خشنيه هي بشرى بالحاج حميده علاش متعديه مع المساجات بيناتها هي وشيماء عيسى فيها كان الكريمه نتاع هذيك اللي فيها اللي موجود في الملف فيما كانك ماشي جيب لي بحر معك هذا موجود طبعا كابتور ديكرون تاع المساج. هي مشكلتنا مع على يا اخي احنا شنو مشكلتنا الى حد الان ايش عندنا نحن الوضعيه الى حد الان ايش عندنا؟ عندنا اعلانات عن مس بالامن القومي ومكافحه الارهاب والارهاب، لكن الى حد اللحظه هذه الملف اللي تسرب اللي نعاود ونقول النيابه العموميه اكدت انه هذاك ملف صحيح موجود، الملف هذاك ماهوش مفبرك في وسائل التواصل الاجتماعي، هو فعلا هذاك الملف نتاع في الملف اللي شفناه الناس كل اللي تسرب اللي قريناه لقينا في علاقه بالارهاب هو قعد فلان عمل قهوه مع فلان وهذاك قعد وقال ودرا شنو وهذاك كذا. هل فما ما يدل على المؤامره حقيقيه؟ انتر تون خلود انا المره اللي فاتت قلت لك اللي فما قضيه اخرى مش نسيتها واللي تبدو لي انا ربما اكثر جديه حسب الملف زاد له اللي تسرب بوزاره التواصل الاجتماعي. يعطيهم الصحه موقع الكتيبه عملوا خدمه عندهم، انا عندي فكره قاعدين يخدموا عندهم مده، وخرجوا تقرير نتاعهم في الايامات الاخرانيه هذه نهار الجمعه يذولي وفيه تفاصيل مفجعه. حاول شخص موجود رجل اعمال سلاش معناتها كذا عنده علاقات بقياده امنيه في اجهزه حساسه ويكمبن وينسق وجيب لي فلان وكلم فلان واعطيني فلان، يعني هذايا يظهر لي الملف اللي شفته هذاك متاع وليد البلطي متاع الايقافات تاع 25 شخص اكثر جديه باميال. ما لبش تفسر انه الاهتمام والايقافات الكل على خاطر انكم معارضه، على خاطر عندك معارضه سياسيه الناس اللي تشدت اغلبيتها بخلاف هكا كمال الطيف وتسترا هذاك عنده علاقاته القديمه وينجم يكمبن ويعمل مؤامرات وديجا عمل. اما الناس هذيك اللي تعمل في السياسه اللي معروفه تعمل في السياسه تشدت لانها تعارض بشكل راديكالي في قيس سعيد او بعضها على الاقل انتقل الى مرحله الحديث على اي خويا يلزمنا نعملوا مبادره لخلق البديل، لكن المبادره اللي يبدو انه بعض عناصرها موجوده اللي تنشرت في جريده المغرب اللي فيها متاع خلي وفما تنسيق ايضا مع اطراف دوليه في هذا يبدو كيعطيوا في رايهم وكذا.
لكن خرجت لنا النيابه العموميه قالت احنا الاطراف الدوليه معنا معناتها مشكله ما نتهموش فيها بحتى شيء، اما هذوكم معنا اتهام لهم. شنو الاتهام؟ اساس الاتهام بخلاف الاتصال بالسفارات، خاطر في الملف هذاك نتاع اللي في خيام تركيا وغازي شويش احد الاسس نتاع الملف هو الاتصال بالسفارات اللي برئتهم النيابه العموميه. قالت النيابه العموميه ما عنديش حتى مشكله، قالت السفارات رانا ما عنديش معكم مشكله راهو انتم خطيكم وكل، ولكن السؤال يبقى مالا بشكون اتصلوا اذا كان السفارات فما سفارات اخرين؟ هذاك اللي فما اللي فما وهل اتصلوا باجهزه حامله للسلاح وقيادات؟ ما فماش في الملف لحد الان، كل شيء عندهم ادله سريه في الملف. باش نتابعوا جوستومون موضوع الاحاله نتاع سته محامين اللي مؤخرا وقع استدعاهم، قاعدين نتابعوا في الموضوع باش نشوفوا ينوصل. فايز العرفاوي مشكوره في الاعداد، قاعده تتصل بالمحامين ومحامينهم. باش نمشيوا الى موضوع اخر سفيان، هو ايقاف سحب يعطيك. سحب يعطيك اللي زوجته تقول انه سافر قبل المره هذه، مشى غادر تونس ورجع بصفة عادية، ولكن المرة هذية في الويكاند وقت جاء ماشي لتركيا وقع إيقافه. ثم بعد ذلك زوجة صاحبي عتيق تقول أنه لا نعلم مكان وجوده، فما العديد من الحكايات على أنه يمتلك مليارات وقصور لغير ذلك. نسمع التصريح ونرجع سيد المخرج. إيقاف المطار هو ارتجال، ما يستندش حتى معلومة، أفندوا بكل الطرق أنه لا سرقت النظار ولا عنا اصلا فلوس هذيك، ولا حتى نعرف منين لدى زيز ولا فلوس رونسيه ولا غير فلوس. احنا مش عندنا مليار ونص كهو، احنا عندنا كيوسك على الاكستروا نتاعنا، معناتها هذه الاشاعه ثانيه، عندنا املاك، عندنا قصر، وعندنا معمل نتاع ادوات مدرسيه. ما بين قوسين احنا راهم مقدمين قضايا المسائل هذيا، ولكن اللي اليوم ما فيها حتى شيء، ما فيها حتى اجراء، ولا ثم مليار ونص، ولا سرقه دارنا اصلا، ولا عمرها داري سرقت. انا حتى وقت زوجي في السجن نمشي نخدم ونخلي داري، ولا عمرها ثم حاجه صارت لنا الحمد لله. هذه اشاعه الله اعلم كون مصدرها شنو اللي وراها. احنا نقولوا البين على من ادعى، ما كدعيت يا خويا، هي تعطيني الشخص. اذا هاي سفيان، هل هذا في اطار الايقافات الكلها في علاقه بحركه النهضه؟ علاش توا؟ علاش هذه بالذات؟ يعني خاطر في المطار معناها يسافر هو قبل بعد 25 جولي اللي يسافر، معناها يبدو انه هو موجود في قائمه تسربت من القائمات اللي باش يتم التحقيق معهم. معناها يظهر لي الاكسيليراتور هو انه حاول يسافر، حاول يغادر. لليوم التوى ما نعرفوش شنو الاسباب. وان كان صاحبي عتيق من العباد اللي اسمهم تذكر برشا على حق وعلى باطل، معناها ما نعرفوش، لكن اسمهم تذكر برشا في ما بين الناس، ما بين القيادات الإسلامية اللي استفادت كثيرا ماديا. حسب شنو هذا؟ حسب الكلام اللي قاعد يتقال. ما عندناش أدلة، ما عندناش. وبالكش اليوم فرصة مش أنه يتم تأكيد أو نفي بصفة نهائية الكلام اللي قاعد يدور عنده سنوات. سنوات. هي زوجة صاحبي يعطيك في توضيحاتها تقول أنه ما يقال حول امتلاكهم لمليار ونص ومعمل وقصر إلى غير ذلك. في المقابل الكلام هذايا فما شكون اللي قال الكلام قاعد يتقال أنه ما نعطيه راهو حتى قيمة، أما لأنهم هذم كلام مبرى. يتقال أنه حتى الشخص اللي سر السارق اللي سرق دار صاحب عتيق، صاحب عتيق أعطاه رشوة باش أنه ما يقولش اللي هو سرق المنزل. معناها برشا في الوضعيات هذه المربوطة بثروات القيادات الإسلامية بعد الثورة، فما برشا فانتازما، بوكو دو فانتازم صار الحكي. الأكيد أنه في الفانتازما هذا أغلب اللي قاعد يتقال غلط. أغلب اللي قاعد يتقال غلط. لكن فما بعض الحاجات اللي تحتاج إلى تدقيق.
تحترق معطيات صحيحة خاطئة، وهل يمكن فما فرضية أن صاحب عتيق كان بصدد الهروب مثلا إلى تركيا، نظرا أنه أغلب القيادات السابقة لحركة النهضة وقع إيقافها في الفوضى هذه اللي سايرة، هل فما الفرضية هذه؟ لا، إذا كان جاب يهرب يمشي عبر طريق غير قابل أنه يقع رصده، إذا كان يهرب على أساس أنه هو مفتش فيه، هو في بالوش مفتش فيه، غدر كان جاب في باله مفتش فيه ما يخرج بشكل عادي، ما أنت خارج ما أنت كذا. شوف نحن في وضعية ورطة حقيقية خلود، نعلقوا عليه عرفت واحد يدهدس في بلاصه ما ظلمه، هذيك نحن تو ندهدسوا، نحن ندهدسوا ونحاولوا نخلقوا من بعض المعطيات اللي موجوده، نحاولوا نفهم شنو اللي صاير بالضبط. المشكل اللي في الاخر نولي وشنو نلتجئوا للعقل والمنطق، شو معناتها العقل والمنطق؟ نولي ونغزر للصوره الكل الكبيره، شو نشوف انا في الصوره الكبيره؟ نلقى ساعة دوسي حركة النهضة اللي هو تقريبا دوسي قاعد يتم التعامل معه بطريقة القطرة قطرة، وهي المنهجية متاع قيس سعيد والجنرال، يعني القطرة قطرة في التحوير الحكومي، القطرة قطرة في معناتها أنه حركة النهضة هاك بشوي بشوي، ما كان الناس كل تنتظر بعد 25 جويلية باش يتم معناتها ربما حل حركة النهضة وحاجة من نوع هذا، ما تمش وتم بالتدريج شيئا فشيئا، وكان الذروة إيقاف راجل الغنوشي، بعض القيادات الأخرى تم إيقافها في مسار اعتباطي كيف محمد بسالم، هو حب برامون مشى للجنوب ربما حب يخرج وقت تشد ومعاه قيادات أخرى من الجنوب، وفما الناس اللي هكية قيادات أخرى كل مرة حد البحيري علي العريض توسع بيعتي قولوا رئيس كتلة سابق في المجلس التأسيسي بتاع حركة النهضة، دونك القيادات المعروفة، دونك كل مرة حد كاينو فما والمقر مقر تم التحفظ عليه، يعني كاينو فما سياسة قطرة قطرة في علاقة ب مش بالمعنى الإيجابي ولا السلبي، بمعنى التدرج، يعني التدرج في أنه التضييق نوعا ما لحركة النهضة بشكل من الأشكال. ونفس الشيء بالنسبة للمعاهدة اللي تتحدث أو مستعدة تنسق مع حركة النهضة، يعني كان نشوفوا شنو الجامع بين خيام التركي وبين عدد آخر، شيماء عيسى وجهر مبارك وغيره وعصام الشابي، هما إما موجودين في تنسيق مع حركة النهضة أو ربما يخموا في تصور بديل فيه أيضا حركة النهضة. يعني لهنا التوجه العام متاع قيس سعيد والسلطة القائمة عبر القضاء هو أنه كالمجال هذاك التضييق عليه، ومش وضعه في شكارة واحدة فرد ضربة، لا، أنه شيئا في شيء وضعه في السجن أو في الإيقاف في المدة القادمة. دوتوريكا هذه السياسة الجزائية برامو في الموضوع هذي في الملف هذي، كل واحد شنو الدوسي متاعه باش يكون فما، شكون دوسيهم أمني، دوسيهم مسألة مكافحة الإرهاب، دوسيهم مالي، دوسيهم مخالفات قانونية عادية، كل واحد شنو باش يتلقى له. أما هذي تقريبا هو تحس السياسة العامة نجم نقولوا الجزائية في علاقة بهالملفات هذي. دوك ما نجم نعلقوا كان على هالتصور العام، هالصورة الكبيرة، ما تفاصيل كل واحد والشنية وضعيته معناتها ما نجموش به الموضوع هذا للمتابع، مع العلم أنه حاليا محامي صاحب عتيق يقول لنا أنه ما عنده حتى معطى جديد، دونك قاعدين نتابعه رواحنا في الكواليس. فريق الأعداد يكلم في المحامين حاولوا نفهموا تطورات القضايا هذية الكل. فاصل وبش نرجعوا في موضوع ما نعرفش كان سمعته في الويكاند، جريمة القتل المروعة اللي صارت في علاقة بصابرين، امرأة خنقها زوجها وهي حامل، هذه ثاني جريمة تصير في جمعتين، معني كل جمعة عنا جريمة من نوع هذية. جرائم قتل النساء في تونس تتصاعد بوتيرة مقلقة، ودعوات للدولة بالتحرك، عنوان جنريك لكن بعد راو التفاصيل باش تكون كاسحة شوية خاصة الأرقام. نرجع بعد الفصل. انتم تسمعوا في 90 دقيقة. مرحبا بكم الكل، مواصلين معكم في 90 دقيقة، نتابعوا مع بعضنا موضوع الإيقافات واستدعى 6 محامين للاستماع إليهم. قبيلة قلنا أنه الإحالات ولات سيستماتيك مع الاستماع. هيت نمشي إلى موضوع تعنيف النساء أو قتل النساء في تونس، فيمينيسيد نسميه. الجمعة اللي فاتت صارت جريمة شنيعة أيضا، أنه اسمها ماروة الجمعة اللي فاتت، الجمعة ذي اسمها صابرين، هما أسامي نحكيوا عليهم سوفلين كأسماء، ولكن الجرائم هذه قاعدة تعكس في واقع مخيف،
هو أنه جرائم قتل النساء بالذات قاعدة تتفاقم، وكلها المدة الأخرى في علاقة بالعنف الزوجي. أي مادم هذه هي المشكلة. هو الظاهرة في جينيريك العامة هو تفاقم العنف ضد المرأة بصفة عامة في البلاد، سواء داخل الإطار العائلي أو خارجه. ما تنساش البركاجات لنساء برشا، اللي يفكوا لهم يقلعوا لهم سلسلة من رقبتهم، اللي يفكوا لهم استوشهم، هذوما الحاجات اللي ولينا نتعاملوا معهم على أساس أنه حاجة عادية في البلاد، أور هي ما هيش حاجة عادية. فما تفاقم العنف ضد المرأة، هذا الشيء المؤكد. فما تقريبا 50% من النساء يصرحوا أنهم تعرضوا للعنف على الأقل مرة في حياتهم. هذا شنو معناها؟ فهمت؟ هذا ما ينفي، هذا شنو؟ هذا نتيجة لعنف مستثري في البلاد بصفة عامة. النساء لأنهم الفئة الأضعف هما الضحايا الأكثر عددا في مجال العنف. المصيبة أنه العنف يصير داخل العائلة. احنا نحكيه على أقصى درجات العنف اللي هو القتل، واللي هي ازدادت في السنوات الأخرى، راو مش الجمعتين الأخرانين، لا في السنوات الأخرى راو ازدادت حالات النساء التي تم قتلهم من قبل أزواجهم. هذا الواقع متاعنا. سفيان سامحني خناتي شوية أرقام جستمون في الشيء اللي كنت تحكي فيه أنت في السنوات الأخيرة. فما دراسة صارت مؤخرا في تونس مع كلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية في تونس، وخرجت أرقام الدراسة. أولا ظهرت أنه موضوع جرائم قتل النساء في تونس ما هيش ديما ترجع إلى الأسباب اللي يقع تداولهم في المجتمع، متاع راهو مسكين مريض، عنده الأعصاب، راهو مدمن، راهو في حالة غير واعية. لا، جرائم القتل أغلبها صارت من عند ناس اللي هي واعية. 28% من النساء ضحايا جرائم القتل يلقاوهم يا إما طالبين سابقا الطلاق، ولا متقدمين بشكاية ضد الزوج المعنف، أو أنهينا علاقتهن مع الزوج. وهذوما 28% كاتيجوري يوفى بهم الأمر إلى أنهم مقتولات من قبل الزوج نفسه. النساء الشابات اللي تتراوح أعمارهن بين 19 و30، والمتزوجات بنسبة 71.73% هما تشملهم جرائم القتل هذية، وفي أغلب الأحيان في المنزل الزوجي. هذا شنو معناها؟ معناها أنه احنا عملنا قانون ضد العنف، عملناه بارك الله فينا، لكن ما عملنا حتى شيء لتنفيذ هذا القانون بشكل جدي. عملنا تدخل للمركز تلقى فرقة لداية بالعنف ضد المرأة، إيه، لكن بعد تجي تشكي ياخذوا عليها شكاية. معناها مش ديما تحسنت الأمور، أما نقولوا ياخذوا عليها شكاية، لكن السيد اللي عايطوله من بعد يسيبوه. إن يسيبوه شنو الإجراءات اللي حمايتها بعد ما يسيبوه؟ حد شيء. خلينا معنا سي شهاب يحيوي، مختص في علم الاجتماع. مرحبا بك. أو بيك يعيشك. مرحبا. يعيشك سي يحيوي. الظاهرة أكيد أنها فيها مستويات عديدة، المستوى الاجتماعي القانوني. كيفاش علم الاجتماع رأى الظاهرة هذه؟ هنا نحكيه على فيمينيسيد، نحكيه على جرائم قتل النساء في تونس بالأساس.
يعني بصفة عامة يعني قضايا مسألة العنف الممارس مجتمعيا سواء معناها أو بصفة خاصة معناها على المرأة اللي هو الشكل معناها ظاهر على اعتبار أنه معناها لا يقبلها المجتمع يعني باثولوجيك حالة مرضية لا يمكن أولا أن نرجعها إلى عوامل كبرى يعني كما نقوله الفقر التوتر غياب التفاهم ما بين أنا ديما نقول أنه كل حالة نجد الأسباب متاحة في التجربة الحياتية متاحهم هما الزوج ولا وأنه معناها بصفة عامة يمكن نرجعه مثلا إلى عامل عدم تكافؤ بين الطرفين وبين الزوجين في 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 تشكل العلاقة الزوجية أو بناء الأسرة يعني الأسس أصلا غياب مثلا الاختيار الاقتناع عدم التكافؤ الفكري عدم التكافؤ المادي لأنه هذوم العوامل يخلقوا إلى طبعا إلى إضافة العوامل الأخرى يخلقوا معناها ظروف اللي تجعل العلاقة هذه غير سليمة وأنها هشة وأمام المشاكل اللي تبدو أحيانا حتى بسيطة لأنه نحن دائما ما نستغرب كيف يمكن أنه لرجل أن يقتل زوجته لمجرد خلاف مثلا حول يبدو أي. السبب تافه ولكن هذا الظاهر هذا السبب الظاهر أو هو هو النقطة البارزة ولكنه النقطة الأساسية هي أنه العلاقة بين الطرفين هي علاقة ضعيفة وعلاقة هشة وغير غير صلبة دونك التراكم بتاع الأسباب العائلية صحيح. والموضوعية واللي تبني عليها الكوبل من أصله يمكن أنها تؤدي إلى قتل النساء لا لأنه فما مسألة أخرى غياب الأطر التقليدي لحل الخلافات الأسرية اللي اليوم نلقاها في ذل معناها الطغيان الفرداني والطغيان أنه حتى العائلة هذه النواتية اللي تقريبا بعيدة على كل العائلة وغياب دور الكبير إلى غير ذلك غياب الأطر التقليدية اللي كانت تلعب دور أنها تأثر هذه الخلافات أو تستدق تفاهمها الأطر التقليدية مثلا كما العائلة الأب والأب الأم وأب الزوج أي هي الأطر التقليدية هذه اللي عادة وقت نجي ونشوفه في القضايا اللي سايرة تلقاهم الأطر التقليدية هما اللي يرجعوا في المرأة إلى المنزل معناها في ثلاثة حالات مثلا كي نحكيوا على رفقة شيرني وإلا مروة الضحية اللي قبل صابرين تلقى أنه العائلة هي اللي طلبت من المرأة أنها تعود إلى بيت زوجها وأنها تتخلى حتى مرات على الشكاية مش معناها جوكوندان بالا فاميرا وين هنا مانيش قاعدة ننقد في العائلة ولكن جوستومون نحكي على المسار هذايا اللي تدخل فيه الأطر التقليدية طبيعي أنه الأطر التقليدية مش دائما ناجحة ولكن هي أطر معناها تلعب دور أحيانا يكون فاشل وأحيانا يكون ناجح ولكن اليوم نحسوها أنه تقريبا معناها إذا كان كما تقول أنت إذا كان إما أنها غير موجودة إما أنها تلعب دور تلعب دور سلبي وهي أيضا نفسها يمسها هالتغير المفهوم الزواج وطرق الزواج والارتباط إلى غير ذلك واضح جدا شكرا ليك ميرسي بوكو هذه وجهة نظر علم الاجتماع فما الجانب القانوني أكيد باش نطرقوا له راه الأيامات الجاية في علاقة بالنساء ضحايا جرائم القتل ما حبيناش تتعدى هكاك الحكاية نمشيو إلى موضوع آخر معنا عبر الهاتف الأستاذ عايش الهمامي مازال الأستاذ عايش الهمامي ناخذوه بعد شوية في علاقة بموضوع الاستماع للمحامين ترى قولوا لي إذا كان مازلنا ما تحصلناش عليه أوكي نخرجوا فاصل ونرجع أنتم تسمعوا في 90 دقيقة ندوات صحفية متتالية لهيئة الدفاع عن الموقوفين في قضية التآمر وكما قلنا لكم في الويكاند وقع استدعاء 6 محامين للاستماع في نفس الملف حبينا نعرف التفاصيل والمعطيات فما ندوة صحفية الآن في دار المحامي من هيئة الدفاع تقول أنها ستكشف على معطيات وتفاصيل هامة المحامين ما نجمناش نتحصلوا عليهم ولكن هنا يمكن عنا بعض المعطيات في البلاتو طارق هل حسب المعطيات اللي عندك وقع استدعاء 6 محامين على نفس الموضوع اللي هو في علاقة بقضية التآمر
اي هو جوستومون هو نفس الملف. وتعرف قلنا وقتها في 29 مارس تسربت قائمه على المجموعه جديده من الاذاعات فيهم محامين وفيها غير محامين، مثلا محامين كيف عايش الهمامي بشرى بالحاج حميده، وفيهم غير المحامين كيف محمد الحامدي، وهذا في اطار الشوط الثاني نتاع الموجه الاولى نتاع الايقافات نتاع الدوسي نتاع اللي اشتهر الان باسم امن الدوله. اليوم بارامو هيئه الدفاع منذ قليل قالوا باش يعملوا ندوه صحفيه في دار المحامي للاعلان على معطيات جديده، على اساس انه فما تطورات جديده في الملف هذايا، اللي بعض معناتها المفارقه انه بعض اعضاء هيئه الدفاع هما ولاو معنيين بالايقاف، ومنهم مثلا من ابرزهم العايش الهمامي اللي هو في هيئه الدفاع ومعني بالايقاف في المده القادمه، وهو معناتها يعني نزل العكرمي قبله اي لا ما لهناش عنا واحد في هيئه الدفاع تو نزل العكرمي تم ايقافه في اطار الملف والانشطه السياسيه خلينا نقول، اما لهنا العياشي هو بيدو في هيئه الدفاع على المجموعه وفي نفس الوقت باش يقع على الاستماع ليه. معنا الاستاذ سمير جيلو، مرحبا بك استاذ. اهلا وسهلا، مرحبا بك وبجميع الحاضرين في الاستوديو وجميع مستمعاتكم. شكرا ليك. احنا حبينا نفهموا شنو هو موضوع الندوه الصحفيه اللي سايره في دار المحامي في علاقه بالاستماعات الاخيره، 6 محامين في علاقه بملف التآمر. هذا مبدئيا احنا المعطيات اللي عنا، شنو تنجم تضيف لنا استاذ ديلو؟ هو وقت اللي تكون ثم ندوة صحفية وإلا نقطة إعلامية، سؤال اللي نطرحوه على أنفسنا وقت اللي نعدوا في الندوة هو شنو جديد اللي باش نقدموه، لأنه صحفيين ما يجيوش يسمعوا تحاليل، يجيوش يسمعوا معطيات ومواقف وقرارات. أول حاجة أنه ما ثماش جديد بعد 73 يوم، هذا في حد ذاته خبر، وخبر على درجة قصوى من الأهمية، لأنه الأصل أنه ناس موقفين منذ 73 يوم مش معقول انه نحطوهم في الحبس بموجب بطاقات ايداع، وفي الاثناء رئيس الفرقه المتعهده بالبحث ياخذ كونجي، وفي الاثناء القاضي المتعهد بالملف ياخذ 2 كونجيات، وفي الاثناء حتى واحد ما يعيطلهم، حتى واحد ما يعمل مكافحات، ما تجي حتى انابه، ما يجي حتى اختبار، ما يجي حتى شيء. كل ما حصل في 73 يوم الاخرانيين هو انه احد الموقوفين اطلق سراحه، وهو من الاصل ما عندوش حتى علاقه بالملف. اذا هذا في حد ذاته مثير للانتباه. الناس هذوما شنو المقصود؟ المقصود انه تحطوا في الحبس، هم تحطوا في الحبس اي وبعد، ومن بعد حتى شيء. الحاجه الثانيه هو انه سمعنا برشا كلام اساسا زوز حوايج. سمعنا انه المحامين يتكلموا النيابه الساكته، مو طبيعي انه يعني المحامين باش يدافعوا على منوبيهم وممكن ما يقولوش الحقيقه الكل، وثم ناس قالوا راهو ثم ادله اخرى ما تحكاش عليها، وثم ادله مخفيه، وثم ديكرونيكور متطوعين في اذاعه ولا في تلفزه مش عارف وين يحكي ولا محجوزات ويحكي ولا حوايج اختراء. نحن خرجنا اليوم باش نقولوا بعد الوقت هذا الكل مش فقط ما ثم حتى شيء، اذا ثم حاجه احنا نتحداو اي جهه، تحدي مش من باب يعني تفتح قرار، ولكن كان ثم جهه عندها حاجه اخرى تتفرج. الحاجه الاخرى هو انه اكتشفنا بعد ما قلبنا كل تفاصيل الملف انه ثم تدليس، ثم تدليس مادي، ثم تدليس معنوي. على اي مستوى استاذ ديلو؟ على زوج مستويات عند انطلاق البحث، لأن لازم تعرفوا حتى التقرير نتاع المخبر والشاهد دوبليكس وتريبليكس راهم ما كانوش موجودين عند انطلاق القضيه بعد 8 أيام هذوما كانت عامله. الورقه اللي انطلقت فيها القضيه نلقاو فيها مكتوب بقلم رصاص الارهاب مختص. نحبوا نعرفوا اولا وقتاش زادت، شكون كتبها، وكيفاش، الى غير ذلك، علاش مش مصحح. وهذه مثلا ماهيش شكليه ومش شنو العباره استاذ ديلو اللي تزادت قلم رصاص؟ الارهاب مختص. الارهاب مختص. والحاجه الاخرى هو انه ثم تواريخ ماهيش متطابقه، ويبدو انه ثم حاجه انطلاقيه، الى غير ذلك ثم تفاصيل ما نحبوش نقلقوا. شو معناها الارهاب مختص؟ شو معناها المونسيون هذيا كي تبدا محطوطه في دوسي؟ والله ما نعرف، لانه الاصل انا ما تحطش دوسي. معناها تحال على فرقه الارهاب، معناها الارهاب مختص، فيش مختص الارهاب؟ ثم اجراءات هذه ما تجيش بقلم رصاص على محضر. هي تجي بقرار، والقرارات ثم النيابه العموميه تتخذها، ثم اجراءات خاصه بالنسبه للمحامين لان يعني المحامي المحالي، الى غير ذلك ثم برشا تفاصيل. هذا اشكال كبير ياسر. وبالنسبه للتدليس المعنوي 172 فقره ثانيه، هو بالنسبه لشيء معيشة، شيء معيشة تليفونها توقف معها وقت تشد هي تشد تليفونها. فوجئنا من بعد ونحن عندنا الادله، ثم شكون اتصل بنا وقال لنا راه جاتني دعوه من تليفون شيء معيشة
للالتحاق بمجموعة على تطبيق السينيال اسم مجموعة التفكير. احنا مبدئيا وجهنا الاتهام حتى حد لان ما نعرفوش شكون اللي قام وكيفاش. حبوا نلقاو جواب، يقولوا لنا راي فورس مانوفر، يقولوا لنا راي قام بها جهه الفلانيه ولا جهه الاخرى. حبوا جواب لانه منوبتنا في البيت اللي هي فيها في سجن منوبه لا عندها كونيكسيون للطعم التليفون. استدعى لي مجموعه التفكير به. مره واحده ولا مرتين هذه الحكايه صارت؟ خاطر سمعنا كل اللي عاود تحل التليفون. عاود تحل التليفون مره اخرى وتبعث لقريبها في كندا. استدعاء المجموعة التفكير تبعثت مرة أخرى لكندا ولا جست ميساج؟ لا مش تبعثت مرافق يعني بيه على كل حال نحبو تدخلوا ياسر وتفاصيل ولكن نحبو جواب نحبو جواب علاش وكيفاش وشكون. واضح واضح أستاذ جيلو، هذه هي المعطيات في علاقة بالستة محامين باش يقع الاستماع لهم وقتاش؟ هو نحن المعلومة اللي تعطات تبين أنها مش دقيقة ياسر لأنه قلنا أربعة محامين في القضية نتاع التآمر اللي هما معروفين، الأستاذ أبو شهاب حمد حميدة، الأستاذ عايش الهمامي، الأستاذ نور الدين بحيري، والأستاذ أحمد نجيب شير اللي في القضية التآمر. وثم زوج محامين اللي هو الأستاذ عبد الروف العيادي والأستاذ لمى الفرحاني، كنا نظنوا اللي بموجب المرسوم 54 ولكن تبين أنه في قضية تآمر أخرى بموجب الفصل 72 من الجلسة الجزائية اللي نص على جريمة عقوبة العذاب. قضية أخرى مش نفس القضية. تآمر آخر. تآمر آخر لتغيير هيئة الدولة. نحن عندنا برشا قضايا نتاع التآمر توا، قضية التآمر المعروفة قضية 15. فما قضية جديدة وإحنا ما لسنا على علم بها أستاذ جيلو، قضية أخرى. قضية جديدة وشفنا حتى الـ يعني بعض التفاصيل مفيد. قضية جديدة ومن بعد في الإبان تطلعوا التفاصيل، ولكن تآمر جديد على نفس هيئة الدولة ونفس الدولة اللي هي الجمهورية التونسية، ولكن الدولة هذه برشا يتآمر عليها، ثم في مجموعات وثم في ثنائيات وثم أفراد. أستاذ بحيري مثلا يتآمر على أمن الدولة ويحب يغير هيئتها وحده. ما هيش نفس القضايا يعني. لا 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 الدولة هي بيدها ولكن المتآمرين بس في قضايا منفصلة. به واضح واضح جدا أستاذ ديلو، شكرا لك على المعطيات هذه. الكل دونك تفاعل طارق سفيان دونك فوالا، فما قضية جديدة يعني قال ثمانية دونك محامي قال براتيكمون هو الجديد اللي ما فماش جديد معناها هذا اش قال معناتها قال اللي بعد مرور أكثر من 70 يوم في ملف مركزي كيف نايذية وأساسي يعني القاضي كل قاضي يجي ياخذ كونجي وكونجيات متواصلة وممتدة وبتل فاسون الدوسي مش قاعد يتحرك، الدوسي مش قاعد يتحرك من جهة لأنه قضاة اللي شادين وبارامون ما همش عرفتك الإضراب عبر الصمت أو الإضراب عبر الكونجي أو الإضراب عبر الغياب بشكل سلبي نوعا ما. ومن جهة أخرى الدوسي هو في حد ذاته هما هاو عم وجهوا تحدي توا للنيابه العموميه، وجهوا تحدي للسلطات لوزاره العدل لانه كان عندكم حاجات اخرى بخلاف اللي يتحديوا فيهم اللي ما عندهم حتى شيء اخر بخلاف اللي موجود في الملف، حتى شيء اخر بخفي. دونك معناتها يظهر لي موقف هذايا ولا الراي هذايا يلزم اخذه بعين الاعتبار يعني في اظن اذا تعتقل مجموعه من الاشخاص وتخليهم رهن الاعتقال شهرين ونص، راهم شهرين ونص باش تبدا الامور واضحه، ومن بعد ما تعطي حتى دليل باش تقنع به الراي العام انه الناس هذوكم اللي معروف عليهم نشاطهم السياسي راهم بخلاف نشاطهم السياسي عندهم مشروع يمس بامن الدوله، معناها شنو؟ معناها نقولوا انك انت ما عندك حتى شيء. انا شخصيا الانطباع اللي عندي انه دوسي فارغ لانه ما حتى حد معطانا حتى شيء ان وما نصدقوكمش بمجرد انكم وقفتوا. ال شنو اللي نزيد نمشي معك اكثر، انا نقول ان هذه سياسه ممنهجه للنظام القائم. المرحله الاولى استبعاد الأحزاب السياسية، المرحلة الثانية هي استبعاد المؤثرين داخل المجتمع المدني، الهيئات المؤثرة داخل المجتمع المدني وهي شكونهم؟ الاتحاد العام التونسي للشغل
واعمة المحامين والرابطة. الرابطة ما هو جاي دورها ما مش هو بالنسبة لي هي عملية ممنهجة به. هي عملية ممنهجة لاستبعاد كل الوسائط بين السلطة والمجتمع التونسي. أحلام العبدلي مرحبا بك. بعد 12 عام سوريا تستعيد مقعدها في جامعة الدول العربية. فضل. 24 فيفري 2012 مشروع البيان الختامي للوقت الاجتماع ما سمي بأصدقاء سوريا في تونس أورد مجموعة من المسائل ومن النقاط. وقتها زاد أعلن الرئيس السابق المنصف المرزوقي على قطع العلاقات الدبلوماسية مع سوريا. والبيان ذي زاد متاع المؤتمر الذي سمي بأصدقاء سوريا ألزم المشاركين فيه بتبني العقوبات على سوريا كيف عقوبات اقتصادية سياسية إلى غير ذلك، كيف ما إيقاف الاستثمارات في البنية التحتية والخدمات المالية السورية وغيره، ومنع سفر مجموعة من المسؤولين وتجميد ممتلكاتهم. 70 دولة ومنظمة إقليمية ودولية تبنت هذه العقوبات على سوريا. نحكي على 24 فيفري 2012، وإن كانت المعارضة السورية ممثلة خاصة في برهان غليون ومعه حاضرة المعارضة وقتها اللي دفعت من أجل تدخل عسكري أجنبي في سوريا، لكن ذلك لم ينجح وأحبطت هذه المسألة. زاد البيان الختامي دعا لإغلاق السفارات في دمشق والسفارات السورية في كافة أنحاء العالم. للأسف نتحدث على وقت على مؤتمر كان في تونس 8 مايو 2023. يتبنى وزراء الخارجية العرب الأحد أمس قرارا بعودة سوريا لشغل مقعدها في جامعة الدول العربية بعد غياب دام 12 عام، مع تجديد الالتزام بالحفاظ على سيادة سوريا ووحدة أراضيها واستقرارها وسلامتها الإقليمية. الموضوع ممكن نحكي عليه هكا من 24 فيفري 2012 ل 8 مايو 2023، يبين ممكن الحديث عليه فيسع وبشكل مقتضب انه شيء بسيط، لكن في الحقيقه اللي صار ما هو شيء بسيط بالكل. نحكيه على واحده من ابشع الحروب اللي صارت في المنطقه في التاريخ الحديث. نحكيه على ماساه تعرض لها شعب كامل ودوله كامله، والارتدادات نتاعها خلطت لنا لهنا في تونس وفي عديد الدول الاخرى. نحكيه على الاف الشباب التونسي اللي سافر والقى الحتف نتاعه في سوريا في شبكات تسفير، اليوم ما تمش تفكيك الشفرات نتاعها. الرئيس قيس سعيد كان سبق وكان تقريبا أول رئيس دولة عربية أعلن إعادة العلاقات مع دمشق، وكان قبل إعادة العلاقات كان لقاء مع وزير الخارجية السوري في الجزائر، ثم استقبل وزير الخارجية السوري في تونس وتم إعادة العلاقات، ودمشق بدورها ردت سريعا وعينت سفير لها في تونس. هل استبق الرئيس قيس سعيد الحدث وجامعة الدول العربية والقرار متاع البارح؟ معانا مباشرة وزير الخارجية السابق سيد أحمد دونيس باش يجاوبنا على السؤال هذا. سيد أحمد مرحبا. أهلا وسهلا. مرحبا بك سيد أحمد. تفضل. عودة سوريا إلى الجامعة العربية بإجماع في الجامعة العربية أمر مهم ويدل على تطورات إقليمية عميقة. نمر منذ 2012 رئاسة قطر للجامعة العربية واندلاع تقسيم عميق ضد استهدف سوريا بصفة خاصة، وانخرطت فيه القيادات اللي كانت صديقة وقريبة إلى دولة قطر في ذلك العهد، بما فيها الإسلاميين اللي خذوا الحكم في تونس منذ أيام قطعوا مع سوريا، وكانت في اعتقادي غلطة شديدة ضمن العالم العربي، لأن تحطيم النظام السوري اللي كان عنوان العملية لأسباب خارجة عن الديمقراطية، لأن سوريا النظام السوري خرج عن الديمقراطية، اعتقادي كان تلاعب بالأسباب الصحيحة. الأسباب الصحيحة اللي دخل فيها الدول الغربية والولايات المتحدة الأمريكية على رأسها هي مواصلة تحطيم أجوار إسرائيل وتحطيم العواصم العربية. بعد ما وقع تحطيم بغداد، ك
كان ضروري أن يقع تحطيم دمشق. وظهرت في الساحة المشرقية حرب اللي ما كانش لها سابقة، وأن عوض أن تكون الأعداء تضرب الشعوب العربية أصبحت العرب تضرب الشعوب العربية بعنوان الإسلام أو مفهوم معناها مشت وغريب للإسلام. فتحول القيادة رئاسة الجامعة العربية إلى السعودية يجعل من عودة سوريا أمر ضروري، لأن السعودية شرعت في تحول عميق للساحة المشرقية. بالنسبة لتونس سيد أحمد، بالنسبة ظاهرة من هذه الظاهرات. أيوة. بالنسبة لتونس الرئيس قيس سعيد، السؤال هو هل استبق الحدث؟ لأنه بطبيعة أنه نعرف تغييرات كبيرة توا تشهدها السعودية، خاصة في المواقف متاعها في علاقة بسوريا ولا حتى بإيران، رينا الـ 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 العلاقات على أعلى مستوى، وتصريحات الرئيس الإيراني البارح يقول يتكلم على السعودية ويقول السعودية دولة كبيرة لا يمكن تصنيفها بالعدو. اليوم الرئيس قيس سعيد لما أخذ القرار هذايا، هل استبق الأحداث سيد الوزير، وإلا هو كان معناه في إطار قراءة ربما سباقية زادة لقرار كان من المنتظر أنه هو يصير؟ أعتقد أن تونس تحسست لهالتحولات العميقة، واللي أول إشارة إليها كانت القمة الأخيرة في الجزائر في غرة نوفمبر من العام الماضي اللي كان عنوانها لم الشمل، يعني عودة سوريا وعودة المملكة المغربية كذلك إلى المغرب الكبير مع توافق بين الجزائر والمغرب، لكن مع الزمن تحققت عودة سوريا ولم الشمل ما أثرش على إخواننا في القيادة الجزائرية، لكن القيادة التونسية كانت من أحر من استجاب للم الشمل ولإطلاق عملية استعادة سوريا إلى الحضينة العربية. والإشارات الأخرى اللي تهم التطبيع بين السعودية وإيران هي ما كنت أقصد لما أقول أن السعودية تبنت منعرج لاستعادة بناء مشرق عربي جديد ينبني على المصلحة العربية السامية ولا على خدمات جزئية تدخل فيها القوى الأجنبية وخاصة الغربية. سيد أحمد، هل البارح رجعت سوريا لجماعة الدول العربية، سوريا اللي كانت أبرز عنوان تقريبا لما سمي بالربيع العربي، عودة سوريا، وبربي باقتضاب سيد أحمد أن الوقت يدهمنا، عودة سوريا لجماعة الدول العربية وإقفال الملف السوري، هل هو يعني ربما النقطة الأخيرة فيما سمي بمرحلة الربيع العربي على المستوى الجيو سياسي في المنطقة؟ مايش نقطة أخيرة أبدا، هي تمشيط لي ربيع عربي أعمق وأهم في ميدان السياسة العالمية. يعني اليوم لا فقط الربيع العربي يقصد استعادة الأنظمة والحوكمة العربية ما بين الحكام والشعوب، لكن كذلك لعب دور في تنظيم الساحة العالمية بعد حرب أوكرانيا. واعتقادي أن هذا المنعرج الجديد بقيادة روحية وسياسية للمملكة السعودية واعد في الظرف الحالي. واضح. شكرا لك سيدة. شكرا لك أحلام. مهم جدا التغيرات. سوفيان ريتك حول دور تونس أنها كانت سباقة، عملت لي هكا معناها مش لك الكل، مكش موافق برشا على الرأي. ما مانيش موافق برشا، لانه تونس ما نعطيوهاش اليوم في وضعها الحالي، ما 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 ماهيش من الدول المؤثره ولا على غالب هذا وضعيتنا. انا السؤال اللي نطرحه، شنو اللي باش يستفيد سوريا من العوده
لجامعة الدول العربية اللي متنفذين فيها اليوم كلهم متبعين. أنا نقول لك حد شيء صف أنها باش تلقى روحها في ضغط إضافي لتطبيع علاقاتها مع إسرائيل. الشيء الثاني هو اللي صار في اجتماع الوزراء الخارجية العرب. في الحقيقة رأوا إذا 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 نحب نصوروه كما هو مش نعملو له كل المكياج اللي نحبوا نعملوه والبهرج. هو أنه بلاد مدمرة اسمها سوريا رجعت باش تاخذ سترامبونتا مع دول مضروبة على يديها داخل خربة اسمها الجامعة العربية. وانتهى الموضوع. واضح به طرق. شوف بسرعة هو ما هوش ما فماش استباق لأنه فما دول عربية أخرى يعني أعادت العلاقات منها الأردن في أكتوبر 2021 منها الإمارات. يعني تونس ما هيش أول دولة أعادت العلاقات مع سوريا. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية أنه هذا تم لأنه فما قرار عربي نجم تقول مشترك خاصة سعودي إماراتي مصري أيضا للدفع في اتجاه عودة العلاقات. ولأن فما دول أخرى ربما لعبت دور نشيط أكثر دبلوماسيا منها الأردن اللي عملت في الاجتماع الأخير دور بتاع وزارة الخارجية العرب اللي تم في عمان كان عنده دور أساسي. النقطة الثالثة اللي هي الأهم برشا هل الولايات المتحدة ضد يعني ما يسمى في اللغة الدبلوماسية إعادة تأهيل النظام السوري في المجال العربي؟ يبدو حسب الواشنطن بوست اللي عملت تقرير تريز امبورتون في 27 نوفمبر الاخراني قالوا فيه اللي الولايات المتحدة الإدارة الحالية تدعم بهدوء عودة تدعم نشاط خاصة الأردني ونشاط الإماراتي ونشاط السعودي الدبلوماسي لإعادة تأهيل سوريا ضمن المجال العربي والتحكم في اتجاهات النظام السوري. مثلا فما حديث على أنه باهي أما راهو سوريا مزمش تخرب المحور بتاع المقاومة. وذلك علاش مثلا الأمريكان خرجوا بيان وقت اللي رجعت العلاقات بين حماس ونظام سوري. بسرعة هو خذينا سيد أحمد ونيس على التصريحات متاعه بعد قرار تونس بإعادة العلاقات. اعتبر أنه هذه تقريبا من أهم الخطوات الدبلوماسية في العشرية اللي فاتت. نحكيه على تونس وعلى أهمية إعادة العلاقات باعتبار الرمزية السياسية لتونس خاصة وأنها كانت رمز محوري في المرحلة السياسية السابقة هذه الكل ورمز ولا محرك فعلي للأحداث في سوريا. أنه اليوم رأوا كي تونس ترجع العلاقات مش كيف ما أي دولة أنا بيخشو يتعدى في دولة أخرى أما كي تونس رجعت العلاقات العالم الكل أحكي عليها. شروط العودة نرجو ممكن نرجو لها في مرحلة أخرى نحكي على شروط العودة اللي طرحتها بعض الدول من أجل عودة سوريا اللي تم بعد ذلك التفاوض فيها. خاطر كل دولة راي على التاولة حطت ملفاتها. مثلا الأردن حطت ملف المخدرات وملف آخر وما إلى غيره. فكل دولة كانت تضرب على مصالحها. بالنسبة لتونس نقطة بركة باش نعرفوا أهمية تونس في المنطقة وأنه تونس ما هيش أنا من وفق السوفيين تونس ما هيش دولة ربما ما تتراش حجم البيانات والآراء الدولية على أي حدث يصير في تونس. أمريكا الاتحاد الأوروبي اهتمام منقطع النظير على عكس دول أخرى ربما قاعد يصير فيها أكثر من تونس برشا مرات. نرجع الموضوع لأنه توا وقت الأخبار. نشكركم برشا سفيان طارق أحلام. بعد الأخبار ضيفنا أحمد شفتر الناشط. استنى فما كلمة يزمني نقولها. الناشط في المجتمع الأهلي. أني سمك شيحة الأخبار بعد شو